بمكرمة من جلالة الملك المفدى، قامت جمعية هذه البحرين غمرة رمضانية حضرها معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من المسؤولين. وقالت السيدة بيتي ماثيسون الأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية في البحرين إن مملكة البحرين هي حقا نموذجا يحتذى به، ونحن ممتنون إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة والقيادة الرشيدة على الرعاية والاهتمام والعطف الذي تحظى به الجاليات في سبيل ضمان ممارساتنا لمعتقداتنا وأدياننا بسهولة ويسر. وأضافت لقد لاقت مبادرة هذه البحرين أصداء إيجابية خلال الفعاليات التي نظمتها في عدد من عواصم الدول الأوروبية والأمريكية، وقد ساهمت في نقل صورة حقيقية عن التعايش السلمي لمختلف الأديان والطوائف في البحرين، وما هذا إلا انعكاس لرؤية صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ورؤيته الحكيمة التي هي بالضبط ما يحتاجه العالم في هذه الأيام المضطربة، وهذا في الواقع إرث رائع لجلالة الملك ولشعب البحرين. وأشارت إلى أن تأتي فعاليات هذه البحرين تعزيزا لرؤية صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وتلخص أمنيته في وطن يحتضن جميع أبنائه، مشيرة إلى أن مملكة البحرين ترسخ نموذجا مشرقا للتعايش السلمي بين الأديان والطوائف المختلفة. وقالت إن البحرين على مر القرون استقبلت الجاليات الأجنبية بكل ترحيب، ولطالما شعرنا بأننا جزء من العائلة البحرينية الكبيرة.